مساء الخير. طقس خريفي غائم وممطر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب منخفض جوي متمركز فوق ايطاليا، مصحوب بكتل هوائيه بارده وعواصف رعديه وامطار على الساحل وثلوج على الجبال وعواصف رعديه ورياح قويه ممكن تتجاوز 80 كيلومتر بالساعه، ورح يستمر تاثير المنخفض للسبت المقبل. اما الحراره ليله معتدله على الساحل ومنخفضه على الجبال، رطوبه عاديه، البحر مرتفع الموج وحراره 121 درجه. الليله طقسنا رح يكون غائم مع هبوب رياح قويه ممكن تقارب ال 65 كيلومتر بالساعه وانخفاض بدرجات الحراره مع تساقط امطار مترافقه بعواصف رعديه ارتفاع بموج البحر. ولبكرة طقسنا غائم ممطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح قوية ممكن توصل ل 80 كيلومتر بالساعة خاصة خلال الليل وارتفاع موج البحر إلى 3 أمتار. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة إذن مع تساقط ثلوج اعتبارا من 1800 متر وما فوق، ويمكن يوصل ل 1600 متر خلال فترة الليل. وطلبت المديرية العامة للطيران المدني بمطار بيروت الدولي من شركات الطيران اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية وذلك حفاظا على السلامة العامة وسلامة الطيران، خصوصا إذا وصلت سرعة الرياح لل 85 كيلومتر بالساعة. أما هلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13، على المرتفعات 9 بالبقاع 5 والأرز درجة تحت الصفر. درجات الحرارة رح تسجل لبكرة هي على الشكل التالي ببعض المناطق اللبنانية مثل رحبة 16، أبي سمرة 18، عيون إرغوش 5، دائما في هطول الأمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة المناطق اللبنانية من الشمال للجنوب معركة 18. رطوبة إذا بتتراوح بين 45 و80% حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 45 و65 كيلومتر بالساعة، ورياحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ 13-18 الخميس، الجمعة 12-17 والسبت في شوية غيوم ما في أمطار، 14-19. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 15، عمان 15، طرابلس 19، وتونس 17، روما 13، برلين 8. وهيدا كان كل شيء. باي.